ننطلق مع خامس أشواطي هذا المساء من سن اللقايا لأشواط الإنتاجي والمنتجين الضبية ومغذي هم عناوين هذا المساء الذي شاهدنا من خلالها التنافس القوي في أشواط الرموز. وكانت الضبي لحمد بن عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري من أهدت مصانع الجنوب التراثية هذا الفوز الإنتاج، وسلالة جبار ولد الساعة بالفعل أحد الأسماء القوية، كما شاهدنا أيضا مغذي لعامر بن محمد بن زايد المنصوري وسلالة مياس المملوك لمحمد بن زايد المنصوري. ما شاء الله تبارك الله. السير مع خامس الأشواط الخاص بالإبكار، سيارة أيضا تيوتا ستيشن جي إكس أيضا رصدت لهذا الشوط، ومباشرة مع المركز الأول مياس راشد بن دنان بن فالح بن سيف الشامسي من يسير إلى المقدمة والصدارة والمركز الأول. انتقل بحضراتكم مباشرة إلى المركز الثاني لأجد انتحار محمد بن بخيت بن نوبي العامري أيضا يقدم هذا الاسم الخطير، هنا يأتي على المركز الثاني، بينما النقلة تأتي مباشرة إلى السيلية لحمد بن علي بن محمد بن علي أبو شارب من وصل على المركز الثالث، بينما تأتي النقلة إلى المركز الرابع في هذه اللحظات وصول من مياسة دنان بن فالح بن سيف الشامسي ليقدم هذه الأسماء القوية على المركز الأول والرابع، يبحث عن الفوز يبحث عن الانتصار. انتقل بحضراتكم مباشرة إلى المركز الخامس والدخول من الاسم القادم عاجل لعلي بن يمعة بن علي آل رحمه الدرمكي، تأتي بالأخبار العاجلة هنا. تنطلق مشاهدينا متابعينا الكرام عشاق الأصالة متابعي هذا المهرجان الغالي، مهرجان أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، أعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى مياسة العود، أعود إلى الصدارة إلى المركز الأول، ومياس أيضا لراشد بن دنان بن فالح بن سيف الشامسي، ومياس بن دنان معروف بالفعل بإنتاجه الكبير، يأتي بالسلالة الصغانية ليقدم هذا الاسم، بينما انتحار على المركز الثاني، تأتي على المركز الثاني أيضا محمد بن خيت بن نوبي العامري يقدم انتحار على المركز الثاني، المركز الثالث وصلت في هذه اللحظات السيلية القادمة حمد بن علي بن محمد بن علي أبو شارب وصل، الله الله الله، وصل الدرمكي ليقدم عاجل عاجل في هذه اللحظات، هنا عبد علي بن يمعة بن علي أرحمه الدرمكي، ولكن شعار أبو منصور وصل، وصل الشيب السبوسي هنا ليقدم أيضا حدث، منصور بن أحمد بن علي السبوسي يقدم حدث، حدث في مثل هذا اليوم، لياتي هنا في حدث أيضا يقدمها على المرتبة الخامسة. هكذا النتيجة مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، الله 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 الله، هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، أعود إلى مقدمة الشوط، مياس راشد بن دنان بن فالح بن سيف الشامسي ما زال على الصدارة، يقدم سلالة مياس سلالة صغانية، كما شاهدنا مغذي أيضا ينحدر من سلالة صغانية، يأتي هنا سلالة صغانية أخرى يقدمها أيضا هنا بن دنان الشامسي، ولكن وصلت السيلية، وصلت السيلية، هذه هي السيلية مشاهدين الأعزاء، حمد بن علي بن محمد بن علي أبو شارب هنا صاحبة الميدان تقدم أجمل العروض، تنتقل من المركز الرابع إلى الثالث إلى الثاني، يا سلام شعار غرفاوي بالفعل يقدم انطلاقة رائعة وجميلة، بدأت تسير ولكن حدث، حدث القادمة، حدث المنتصرة، حدث الآتية هنا لمنصور بن أحمد بن علي السبوسي، وصل على المركز الثالث، انتحار على المركز الرابع، انتحار تأتي بالمركز الرابع، لياتي محمد الخيط بن النوبي العامري، وصلت في هذه اللحظات زاهية لسيف محمد الحمد بن محمد العامري، هذه هي النتيجة، السيلية السيلية على الصدارة، تحمل اللون الغرافة بالفعل، الكول الأخير وصل
وصلنا هذا الكيلو، وصلنا هذا الكيلو. شد الحيل يا ابو شارف وروح مع الصدارة مع المركز الاول. هذه هي الحيل ايضا السهلية مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام، حمد بن علي بن محمد بن علي ابو شارف. الله الله الله، الحركة الحركة، حرك وروح وروح يا راعي السهلية. الله يا الغرافة، الله يا الشعار الغرفاوي، اينما كان في كل زمان في كل مكان يذكرني هذا الشعار ايضا بكاسات الخليج بالفعل التي ايضا اتت هنا مع شعار سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل الثاني هناك في العاصمة العمانية مسقط، لياتي هذا الشعار هنا مع السهلية حمد بن علي بن محمد بن علي ابو شارب. ابو شارب ال 400 متر الاخيرة، حيوها حيوها، تستاهل التحية، اداء رائع، نجومية كبيرة، انطلاق ايضا مميز مع السهلية. تهانينا، سلام شحاني، سلام سلام شحاني، سلام سلام الى الغرافة، سلام الى السهلية. السهلية حمد بن علي بن محمد بن علي ابو شارب المري، تهانينا من الاعماق نزفها في هذا المهرجان الغالي، مهرجان الامير الوالد. تهنية ايضا لمحمد بن علي ابو شارب المري، تهنية للداعم على هذا الفوز والانتصار، لحظات الوصول، لحظات الفوز والانتصار. المركز الثاني وصلت الجذابة سعود بن علي بن مبارك الفراج المري. المركز الثالث وصلت هنا كريم لمحمد بن سالم بن حمد المري. المركز الرابع الوصول من حدث منصور بن احمد بن علي السبوسي. المركز الخامس هنا شواهين عبد الله بغالب بن سلطان المنصوري. هكذا النتيجة، السهلية هي ايضا من دخلت في الكيلو متر الاخير بالمتعة والاثارة والاندفاع الكبير. هنا ايضا المخرج ياتي بلمساته الرائعة ايضا بانطلاقاته المثيرة مشاهدينا متابعين الكرام عبر قناة الريان. هنا نتابع هذا المهرجان، لحظات الإعادة من المخرج مشاهدين الأعزاء، وبانتظار التوقيت الزمني للسهلية في هذا المهرجان الغالي الذي يقام على شرف سيف أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه تميم الخير والعطاء. إذن هنا مشاهدين الأعزاء لحظات أيضا الإعادة والتوقيت الزمني، حيث قطعت المسافة في 7 دقائق 42 ثانية جزيني من الثانية. تهانينا لحمد بن علي بن محمد بن علي أبو شارب المري على الفوز والانتصار. بينما المركز الثاني 7 دقائق 44 ثانية 4 جزائن من الثانية هي وصلت الجذابة سعود بن علي بن مبارك الفراج المري. بينما اللي احتلت المركز الثالث ب7 دقائق 45 ثانية 5 جزائن من الثانية هي أيضا من وصلت الريم لمحمد بن سالم بن حمد المري.